يسعد صباحك راسم. شاهي وكريستينا وحياكم الله وتحيه. شكرا لك. طبعا راسم احنا كلش متحمسين. نعم حتى نشوف هذه الاجواء الحلوه يمك، وحابين نشوف انه انت وين راح تاخذنا وشنو الاشياء اللي راح تشوفنا اياها لهذا اليوم. اولا تحيه طيبه لكم ولجميع متابعي قناه دجله الفضائيه. انا اليوم اثناء يعني اتواجد باهم منطقه يمكن اقول لك بالعالم، واللي تقصدها الاف السائحين من جميع انحاء دول العالم، الا هي قضاء تشبايش واهوار تشبايش، حيث الهواء النقي والطبيعه الخلابه هنا بقضاء تشبايش وفي قلب الاهوار. نعم. عندي مقدمه بس اريد احب اراويك شيء، بس زميلي المصور ركز لي هنا، قوم وياي ركز لي هنا. هاي تحضيرات الى وجبه غداء اليوم، راح يكون غداي سمك مسقوف. الله العافيه عليك. طبعا الاجواء بينا كلش حلوه. اخونا ابو حيدر من اقدم من اقدم سائقي المشحوف هنا. شوف بس خلي اشوفك المناظر الخلابه هنا بقضاء تشبايش. هاي المدينه المعطاء في كل شيء، بالكرم، بالضيافه، بالاخلاق. نعم. بصراحه جميع عوائلنا من جميع محافظات العراق تزور هذا المكان، والبعض منهم يبات بقلب الاهوار. نعم. هسه حاليا عندنا الوفود الاجنبيه طلبت انه تبات بقلب الاهوار في تشبايش. نعم. على مود يطلع على الطبيعه الخلابه اللي موجوده بالاهوار، القصب والبردي والطيور المهاجره، الطيور الحره اللي تقصد المستنقعات المائيه الواسعه. لكن احنا يعني ايضا من خلال شاشه قناه دجله نوجه كلام للحكومه انه يكون اهتمام خاص بالاهوار وبالمناطق السياحيه والمناطق الاثاريه اللي نعم. بمحافظه الديقه. نعم. راسم حابين حاب اسالك سؤال. هسه احنا مو موجودين هناك، حابين انت تحكي لنا عن شعورك. يعني انت كراسم وموجود هناك بتشبايش، احكي لنا شلون الاجواء هناك. انا شنو اساسا ما عرفت انه راسم كان دا يغني يعني قبل لا نطلع بالجوله، فلازم يعني تسمعنا يعني شيء همينه يعني من صوتك اللي عرفناه انه صوتك حلو. لا لا اول مره اترك المايك لابو حيدر، واذا تريدون اغني هم مو مشكله اغني. أكيد. انا سالتيني عن شعوري نعم شكرا لك لانه ذكرت السؤال. يعني من اهالي محافظه ذيقار وبصراحه بصراحة يعني من أجل تشبايش يراودني شعور جدا لطيف. أول شيء نفسيتي ترتاح هنا. ليش؟ لأن هو المكان يعني راحة للنفس، يعني شلون ما نقول استجمام. فيعني اللي يشوف الطيور المهاجرة واللي يشوف القصب والبردي ويشوف هاي المياه يستحيل، يعني حتى اللي عنده حالة نفسية هنا يجي الطيب نفسه. بس عندي فقرة حلوة، خليني أتحدث ويا أبو حيدر، وأبو حيدر راح يسمعنا شيء كلش حلو. أبو حيدر أكيد شونك؟ سلمنا على عمو أبو حيدر، يعني نورنا اليوم بصباح دجلة. من 2009 إن شاء الله، واليوم وبعد سنين إن شاء الله إذا الله دومنا وبالماي. قناة دجلة يخصوك. أهلا وسهلا قناة دجلة، وجايين مرات هواية من طريق الدكتور جاسم ومن الصحفيين هواي ومن وفود تجيني. ودائما لا ما يرافقون هم المقاطع اللي توصلهم قاعدين ينشرون ويحكون عن اهوارنا مربي الجاموس وصيادين الاسماك. اهلا وسهلا بك حياك ابو حيدر. انا اللي لفت انتباهي انه صارت السياحه الدوليه الى قضاء تشبايش اكثر من السياحه المحليه اللي العراقيه. انت البارحه بهذا المضيف بايتين انت وسائح امريكي، سولف لي على طبيعه السواح الاوروبيين اللي يجون هنا. نعم انا خلال مقاطعي وخلال الفيديوهات وخلال لقاءاتكم القنوات والصحفيين اللي يجون هنا فينشرون ويشوفون الناس المقاطع، انا احبا اخدم الاجنبي اللي يدخل للعراق لان الفائده للجميع مو الي خاصه. انزلنا بالاهوار، احضر له وجبه سمك مسقوف بالاهوار، اشوف العوائل اللي ساكنه بالاهوار، بيوت القصب الاثريه اشوف. لكن
شويه نقول نطلب من الله ومنكم اللي انتم توصلون صورنا وتوصلون اصواتنا نحطن الله بالماي. لان اذا كثر الماي كثرت السياحه، والى كثر الماي كثر السمك، والى كثر الماي كثر الحلال، كثر الحليب، كثر الهاي، فاذن كلهن هنا للعراق. شاهي نعم اهوار تشبايش والاهوار الوصى اللي موجوده هنا بقضاء تشبايش طبعا كانت السله الغذائيه الى جميع محافظات العراق. اعتقد انه ما يقارب يوميا 60 طن يطلع بس من اهوار تشبايش ما عدا اهوار محافظه ميسان وما عدا اهوار محافظه البصره. الحليب ايش قد يطلع من هنا؟ والله الحليب كان بال 19 وبال 20 الى ما يطلع عن يوميا 25 30 طن. انا هذا مسوي عليه احصائيه يا فاطمه. هسه الان ما يطلع عن الا طن ونص طن. يعني هاي اعتقد انا هي هاي ايضا رساله من خلال قناه دجله انه هاي الثروه الحيوانيه يعني هذا مكسب محلي للبلد. اعتقد اليوم انه العراقي من يجي ويسمع هذا البني مال التشبايش، هذا البني مال هور الدلمج، هذا البني مال العماره او السمتيه، هاي السمكه السمتيه مال المحليه. يعني اعتقد هسه الكيلو البني ب 12000 والمواطن يشتريه مو؟ نعم هسه ب 15 الكيلو واكثر الوفود تجيني يطلبون بني، انا ما احصل بني، ماكو بني الا بقت عندنا بهورنا السمكه الصغيره لانه بقى بس النهرة الاهوار كلها تشوفها يا بشر كلها يا نعم طبعا راسم يعني احنا دنشوف انه اكو موجود بلم راح تاخذونا بجوله بالبلم لو لا ما نقدر؟ ايه عادي ابو حيدر احنا نريد نغني بالضبط يعني احنا نريد اجواء فرح ونريد نغني ونسمع صوتك يا راسم لانه احنا عرفنا يعني صوتك كلش حلو فانه تاخذونا بهذه البلم الحلو اليوم لازم المواهب المدفونه كلها تطلع راسم بالضبط ما راح نعطي مجال نعم لا شاهد طبعا اني اضعف صوت يعني بالنسبه لي بعائلتي يعني عندي موهوبين كثيرين عندنا موهوبين كثير بالعائله اصواتهم شجيه واصواتهم ابو حيدر شغل لنا الشختوره خلي شويه نتجول لان الغنى اعتقد بنص الاهوار الى صدى والى نكهه خاصه نعم بالاخص الطرب الريفي واهالي تشبايش يتميزون بكثير من الميزات شاهي نعم. اول قضيه انه هم يعني بالشعر هنالك يعني قامات شعريه نعم يعني انبذرت وطلعت من اهالي تشبايش عندنا مطربين كثيرين طلعوا يعني ايضا من اهالي تشبايش فمنطقه يعني قضاء تشبايش والاهوار العراقيه ولاده لكل شيء الثقافه والادب والعلم ليس يعني باقي الاعلام المغرض انه يصور انه اهالي الاهوار هم ما عندهم لا ثقافه ولا علم بالعكس منبع الثقافه هي اهالي الاهوار وعرب الاهوار نعم راسم نعم. خلينا نشوف عم ابو حيدر ايش راح يسمعنا اليوم انا وياك ابو حيدر ايش راح تسمعني تعال هنا يمي ابو حيدر طفي تليفونك طفيه مو مال تليفون تعال زميلي هنا أنا اقعد بس كون انت ادري فيك اليوم تخاف من الهور بس كون ما يوقع نعم. مصور مالتي كل شيء خاف من البلم ابو حيدر طفي هالماكينه نعم. احنا ما دام هسه بقلب الاهوار نعم. تعال اللي هنا أنا. يلا ابو حيدر اريد صوت هذا الحنين مالتك اهلا وسهلا بك حياك الله وياي ويا ماي إلك جانون وسط القلوب إلك جانون جانون وسط القلوب ويا ماي ويا نلقى مال يشيل الحميل بويا وياي وياي أدور لي أخو بهالعمر بويا العمر وياي نقوم ونقعد ونمشي يا سويا بعد وين يا قلبي لا تبطل الوان يا قلبي لا تبطل الوان بعد وين بكثر ما ضيعت تلقى بعد وين خوينا كان ويانا
ويانا بويا ويانا بعد وين مشي عنا وجفانا هاي هواي هي. اهلا وسهلا بك. الله عاش صوتك، الله ينطيه عمو الصحه والعافيه يا رب وطولة العمر. عاش صوتك ابو حيدر. الكادر مال قناه دجله كلهم سلمنا عليهم، ان شاء الله يجونا ونشوفهم وننزلهم للاهوار ونسوي لهم وجبه غداء ونسوي لهم فرح. ان شاء الله ان شاء الله نجي يعني هذه الاجواء. احنا هسه بدنا نحسد راسم على هاي الجوله الحلوه. على ان شاء الله انتم احلى وتزورونا الى قضاء تشبايش ونشوفكم، وابو حيدر عازمكم على سمك مزقوف بقلب الاهوار ان شاء الله. نعم. طيب راسم، بما انه احنا عرفنا انه انت اليوم راح تتغدى سمج، اكو اشياء ثانيه لو لا؟ يعني حسب ما اعرف او دا يوصلوا لي اسمه الطابق، راح يسووا لك يعني طابق وياه ايضا. لا الطابق خليني افهمك، الطابق له فد طقوس خاصه. شنو هذه الطقوس ممكن نعرفها؟ لازم له تحضيرات خاصه. احنا هسه بمناطق احنا ها الطقوس لازم ان تكون الامراه، مو ابو حيدر؟ نعم. الطابق من اللي يجهزه؟ من اللي يسوي؟ ام حيدر. ام حيدر نعم. يعني ان شاء الله على الحلقه الجايه تسوي لنا طابق؟ ان شاء الله نسوي لك طابق طحين حنطه وطابق طحين تمن. الله الله راح يسوي لنا ابو راسم حيدر. والله انت محظوظ. طابق طحين حنطه وطابق طحين تمن. بالعافيه عليك. الطابق هو من طين، طابق من طين، يخلونه على المناصب، يشعلون النار جوا على ما يحمى، يقلبونه يخلون عليه العجين، وبعدين تشعل القصب وتستوى. ابو حيدر الاكلات المعتاد عليها بالهور واهل الهور يحبوها اكثر شيء، هسه احنا نحب الطابق ونحب خبز التنور مال الطين. نعم. ما نحب الغاز ولا نحب المصموطه، المصموطه هي المفضله وخاصه بالصيف. مصموطه والشاي مخدر. الله الله، هاي المصموطه لازم نسويها. طبعا نعم. طبعاً شكرا لك راسم على هذه الجوله اليوم الحلوه، اسعدتنا اليوم. وشكرا لابو حيدر ايضا، الله يعطيه الصحه والعافيه يا رب. شكرا راسم، عاشت ايدكم على هذه الجوله المميزه. أيضاً.